البطة دي عاملها روتيه في الفرن، بس هحطها في بايركس متغطي، متغطي بايركس برضو. تعالوا نشتغل بقى. طيب انا معايا البط، فهمنا، ومعايا فلفل احمر، ما بحطش فلفل اخضر لانه ما بيبقاش لونه حلو بعد ما بيستوي. كاريه، والبصل كاريه، والبصل ده عايزه بصل ابيض، ما تحطوش بصل احمر عشان هيغمق الصوص. ومعايا جزر كاريه، وافضل الجزر ما يكونش كبير قوي، اوكي. وعندي طماطم برضو كاريهات، ومش محتاج ان انا شو اسمه اخليها، لانه الصوص هيتعمل بعد الكلام ده مع بعض. ومعايا جنزبيل فريش، ومعايا توم، ومعايا فلفل حار، وشوية زيت، ملح وفلفل. بعد كده بقى معايا حاجات تانية على الصوص بقى والكلام ده. هنا برضو في خل هيتحط مع القصة الجميلة دي. بعد كده هتشوف بعمل ايه بقى بالليمون والصفار البيض والكريمة وشوية نشا اذا احتاج الامر. هعمل ايه بقى؟ حاجة بسيطة جدا. هعمل كده، هحط ايه؟ الجزر، وهحط كل الخضرات مع بعضها كده، هتتحط مع بعضها، والبصل. وبعدين هظبط الدنيا، ما تقلقوش يعني، هنظبط هنظبط. الطماطم، شوفوا بقى كم الحواديت دي، والفلفل الحار، يا حلاوه، مش اي اي. والثوم، اوكي، انزل بالثوم كله، هتحب الثوم، اوكي. وزنجبيل، والجنزبيل زي ما حضراتكم شايفين، يا اما شرايح يا اما تقطعوه كده، المهم ايه، فريش، وتقطعوه زي ما انتم عايزين، مش هيضايقني. وبعدين هحط شويه زيت على القصه دي، اوكي، وملح، كمان شويتين صغيرين كده، اوكي، والفلفل نونه نونه صغنونه يعني، اوكي كده حلو. طيب وبعدين اوكي، وخل عنب احمر، تمام، شكرا جزيلا. يلا بقى نعمل ايه؟ نقلب الكلام هنا بقى. البطايه كده اهو زي ما هي، والله ما انت عامله فيكي حاجه، زي ما انت. ناخد بقى شويه ليمون كده وندهن. نعمل ايه بقى؟ نقفل الكلام ده خالص خالص كده، هايل جدا. ويهمني انها ما تبقاش لازقه في ايه؟ حلو قوي كده. يلا وتعالوا نخش الفرن بقى، 180 فوق وتحت. هكذا. فايه دي نسخه محضرينها لغايه الـ 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 الشغل ده. هفتحها بقى، هعمل كده، هفتحها، اوكي؟ وبعدين هاخد البطه منها، ها، وهي سخنه كده لطيفه، اوكي، واحطها هنا، تمام. وبعدين هدهنها ليمون، هدهن البطه المستويه شويه ايه، ليمون. قبل الليمون هعمل كده، هاخد من الدهنه ده اللطيفه دي الحلوه دي، تاخد بالك، ومعامل كده. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هسيبها كده لما يعني ايه، مثلا شويه شويه بس، الليمون يهدى بس، ما كاني ايه، الليمون بدا يجف يعني. يعني عايزه ينعم قوي. ونحط ده عليه ونقلب. دي قشطة ايه محمدة.